بأسمائك الله ربي دعوت فجد يتغاد بعفو الندي إلهي ظمآن قلبي إذا غمامة سترك ربي علي فهبني مغفرة يحتمي فقير بها داخلي أغاني فهبني مغفرة يحتمي فقير بها داخلي أغاني أغثني بنورك يا نور إني ضمئت لمشكاة نهج سني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يقربنا إليك أرحب بكم أيها السادة والسيدات في هذه الحلقة المخصصة للكلام عن اسم من أسماء الله عز وجل ونقدم في بداية هذه الحلقة أن تعدد الأسماء يدل على شرف المسمى والله عز وجل تعددت أسماؤه وصفاته ونتحدث اليوم عن واحد من أسماء الجمال وهو اسم العفو العفو أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات صيغة مبالغة في العفو فاسم الفاعل من عفا يعفو عاف لكن الله عز وجل سمى نفسه العفو ولم يسم نفسه العافي للمبالغة في معنى العفو في اسمه العظيم خلق الله عز وجل الإنس والجن وكلفهم بالتكليفات الشرعية وجعلهم مجبولين على الخطأ فالإنس والجن ليسوا معصومين كالملائكة التي خلقها الله عز وجل لعبادته وطاعته وبما أن مخلوقاته من الإنس والجن كثيرة الخطأ فناسب أن يكون الله عز وجل كثير العفو عن أخطائهم الله عز وجل لا يريد من عباده أن يقنطوا من رحمته فإذا كان العبد الخطاء قنط من رحمة مولاه سبحانه وتعالى فإنه سيبتعد أكثر وأكثر ولكن إذا علم أن الله عز وجل عفو فإن العبد سيسارع إلى هذا العفو سبحانه وتعالى وسيندم على أخطائه وسيرجع إلى كنف مولاه سألت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أرأيت إن أريت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فلا يعدل شيء يسأله البشر لخالقه ومولاه سؤاله العافية وسؤاله العفو لأن عفو الله عز وجل عن عباده معناه الرضا التام ومعناه الجنان ومعناه تيسير الأمور في الدين والدنيا والآخرة الله عز وجل ذكر اسم العفو في 5 آيات في كتاب الله عز وجل
مرغبا عباده في هذا الاسم الكريم، مرغبا الخطائين، مرغبا المذنبين بأن يعودوا إلى مولاهم، وسيجدونه سامحا غفورا عفوا، يمحو كل سيئاتهم بل يبدلها حسنات. غاية العفو بالبشر أيها الإخوة والأخوات أن لا يأخذوا بالذنب، فالذنب إما أن يكون مع الله وإما أن يكون مع البشر. فإذا أردت أن تستعفي من البشر، أن تطلب عفوهم، فإن غاية ما يمكن أن تحصل عليه أن لا يأخذوك بذنبك. وإذا كانوا أكثر عفوا وأكثر تسامحا فإنهم ينسوا هذا الذنب. لكن الله عز وجل إذا رجع إليه عبده فإنه يبدل سيئاته حسنات. فتخيلوا هذا المقام الكريم للتائب بين يدي الله عز وجل. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا ممن ينالون عفوك في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. بأسمائك الله ربي دعوت، فجد يتغاد بعفو الندي. إلهي ظمآن قلبي إلى غمامة سترك ربي علي، فهبني مغفرة يحتمي فقير بها دخلي يا غني، فهبني مغفرة يحتمي فقير بها دخلي يا غني. أغثني بنورك يا نور إني ضمئت لمشكات نهج سنين.